بالخير، بسوي معكم حلى قهوة المغرب اللي هو حلى الحليب المحموس. أحتاج كوبين حليب محموس بودرة، ونص كوب زيت، علبة قشطة، نص كوب سكر، 3 بيضات، ملعقة بيكنج بودر وفانيلا. أخلط المكونات الناشفة سوا اللي هو السكر والبيكنج بودر. بعد ما خلصت الطبقة الأولى من الفرن، حطيت الطبقة البيضاء. طبعا هي عبارة عن علبة قشطة وثمان أو ست حبات عفوا جبن كريمي وفنجان سكر. راح أواسي على الطبقة وبعدين أدخلها الفرن من فوق لحد ما تجمد.